وافق مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده على مبادره لزياده المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، داعيا الى اتخاذ خطوات عاجله لتهيئه الظروف لوقف مستدام للاعمال القتاليه، وامتنعت الولايات المتحده عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الامارات العربيه المتحده، بينما صوتت بقيه اعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الاخرى عن التصويت.